أكد الرئيس السوري بشار الأسد أهمية مواصلة التعاون مع العراق للقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية. جاء ذلك خلال تلقيه رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، حول تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التنسيق بينهما على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص، لا سيما على الحدود بين البلدين. من جهته شدد الأسد على أن العلاقات الجيدة مع العراق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب. وحول لقاء الرئيس السوري بشار الأسد بمبعوث رئيس الوزراء العراقي، ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الدكتورة أشواق عباس، عضو مجلس الشعب السوري. دكتورة أشواق، بعد التحية، يعني اليوم الرئيس السوري يعني يستقبل السيد فالح الفياض مستشار الأمن القومي العراقي، ويؤكد على أهمية التنسيق فيما يتعلق بالحدود المشتركة، الحدود السورية العراقية، وتأثير ذلك على دحر ما تبقى من تنظيم داعش. كيف ترين هذا الأمر؟ بداية مساء الخير لحضرتك وجميع المشاهدين الكرام. يعني زيارة اليوم للقافية فالح الفياض ليست الأولى حقيقة إلى دمشق، يعني كان إعلام نقل عدة زيارات قام بها فالح الفياض وحمل برسائل عدة من حكومة العراق إلى سوريا، لكن رسالة اليوم لها خصوصية خاصة بعد التعديلات التي جرت في العراق على مبدأ رئيس الدولة ومجلس أو البرلمان العراقي. لذلك أعتقد اليوم الفياض ينقل رسالة الحكومة العراقية الجديدة وتوجهاتها نحو التعاون أو التأكيد على أهمية التعاون مع دمشق، خاصة وأن كلا البلدان يعانيان من خطر مشترك وهو داعش، وكلاهما يواجه نفس هذا العدو، وهو كل دولة، يعني العراق عن طريق الحشد الشعبي وعن طريق الداخل العراقي قامت بإلحاق هجائم كبيرة لداعش، وكذلك السورية من خلال المنطقة السورية أو داخل في السورية. الآن يبقى التعاون على منطقة الحدود من أجل إنهاء هذا التنظيم بشكل كامل وتأمين الحدود بين الدولتين. طيب سيدة أشواق، يعني في هذه الأثناء بدأت عدد من الدول العربية تتحدث عن عودة العلاقات مع دمشق من جديد، وربما تشهد الفترة القادمة عودة سوريا إلى مقعدها داخل جامعة الدول العربية. إلى أي مدى تعتقدين من الضرورة عودة سوريا إلى الحضن العربي من جديد وإلى التعامل مع أشقائها العرب؟ يعني بداية خلينا نكون أيضا صادقين وشفافين في الإجابة على هذا السؤال. يعني سوريا لم تخرج يوما من الدائرة العربية، ولا هي من علقت عضويتها، ولا هي من قالت أنها ستخرج عن إطار الدول العربية. على العكس، يعني تم استبعاد سوريا بقرار واضح غطته دول الخليج بدرجة أساسية، وتم استبعاده، وهذا كان يعني خروج واضح وسافر عن نطاق جامعة الدول العربية. بكل الأحوال الدولة السورية لم تعلن يوما ابدا انها ليست مع القضايا العربيه، بالعكس تماما. نحن يعني كما انت تعلم جيدا او المشاهدين يعلمون جيدا ان سوريا هي اخر قلاع الدفاع عن القضايا العربيه او الاردنيه الكبرى، لذلك اليوم هناك نعم هناك هناك عوده سريعه لكثير من الدول التي اعلنت انها فتحت سفارتها، وهناك قائمه طويله من الدول التي تنسق مع دمشق كي تفتح سفارتها، وهذه المعلومه الان انا اصرح بها بشكل رسمي. يعني اولا هناك كثير من الطلبات يعني في السفارات مع دمشق، لكن دمشق تدرس هذه الطلبات وفق المصلحه الحقيقيه لدمشق ووفق الاعلان المتبادل لكلا الدولتين بشرعيه الدوله السوريه. هذا اولا. اثنين، يعني اسمح لي ان اعيد مشهد من عام 2012 حتى اليوم. 2012 كنا نشاهد ستغلق بسرعه ودول تعلن انها السفارات، صحيح؟ اليوم زادت الدول وبتلقاء ذاتها ايضا تعود تعلن انها ترغب داخل السفارات، يعني الصوره لكن مع كلمتين. حقيقه اليوم يعني نحن بحاجه الى تضامن عربي كبير، نحن بحاجه الى عمل عربي مشترك امام التحديات التي نواجهها كعرب. يجب ان لا يغيب عن ذهننا ان هناك تحديات تهدد العرب كامه كوجود واحد، لكن بالمقابل ايضا اعتقد انه يحق لدمشق اليوم ان تقول كلمتها بعد كل يعني بعد كل ما تعرضت له من الم ومن وجع ومن للاسف من بعض الدول العربيه التي كانت دائما دمشق قبل انهم يدعون يد المساعده. وصلت رسالتك بكل تاكيد. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة أشواق عباس، عضو مجلس الشعب السوري، على هذه التوضيحات.